السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد. والنهاردة مع معلومة مفيدة مع برنامج أو تطبيق أو موقع كانفا. النهاردة جاية أجاوب على بعض أسئلة المتابعين، كان ممكن أجاوب عليها على اليوتيوب، ولكن لأنها محتاجة تطبيق عملي فأنا حبيت إن أنا أطلع أعملها بشكل عملي، وكمان لو حد من المتابعين ممكن يستفيد منها هيكون دوت أفضل كتير. ايه النهارده الاسئله اللي انا هطلع اجاوب عنها او اللي هتكلم عنه بشكل عام؟ هتكلم النهارده عن ازاي تقدر انك انت تعمل بالك سيرتيفيكتس. كنت اتكلمت من قبل عن شرح ازاي اعمل سيرتيفيكت باستخدام كانفا، النهارده هتكلم عن ازاي اعمل بالك سيرتيفيكتس باستخدام كانفا، مجموعه كبيره جدا من هنعمل الموضوع ده ازاي. هبتدي ان انا اروح اختار التمبلت الخاص بالسيرتيفيكت، هنا هختار السيرتيفيكت اللي هي اللاندسكيب، وهبتدي اختار التمبلت اللي انا عايزاها. هفترض مثلا ان دي التمبلت اللي انا عايزاها بالمنظر ده كده، وهبتدي اقول له كاستمايز ذيس تمبلت عشان اعمل لها الكاستمايزيشن. انت بتعمل الكاستمايزيشن في تمبلت واحد بس، بتظبط التمبلت، بتظبط الفونت، بتظبط اللوجو، بتظبط كل حاجه انت عايز تعملها. الكلام ده كلنا شرحناه في فيديو منفصل، حاطط لك الرابط في الوصف اسفل الفيديو. هفترض ان دي سيرتيفيكت اوف ابريشيشن بالمنظر ده كده، واحط فيها الاسم. طبعا انا بفترض يعني اي حاجه، مش هقعد اعمل بقى كاستمايزيشن لان احنا عملناه في فيديو قبل كده. وهبتدي بعد كده اعمل ايه؟ هبتدي بعد كده انزل هنا في حاجه هنا اسمها البالك، هلاقيها موجودة عندي، مش هحتاج ان انا اعمل عليها سيرش لاني استخدمتها من قبل. بالك كرييت بالمنظر ده، وهبتدي اقول له edit data manually، وهبتدي اختار الديتا. هسمي مثلا اول حاجة النيم، اخليها مروة سليمان، يعني ممكن ان انا ما اعملش فيل حتى الاول اسم، ممكن اخليه احمد، هنا احمد، علي، وهنا هخليها صالح. واجي هنا بدل الايميل احط بقى اي حاجة، ممكن هنا احط مثلا سي اي حاجة انا عايزاها. لو انا عايزة الاسم بس وفي حاجات تانية ثابتة مش هتتغير موجودة، خلاص حاسبها زي ما هي. هبتدي اقول له دون بالمنظر ده كده، وهبتدي اقول له ايه؟ هبتدي اروح هنا لمروه سليمان وهعمل رايت كليك، وابتدي اقول له كونكت ديتا، واقول له اختار النيم واعمل بيه كونكت بالمنظر ده، وبعد كده هقول له كونتينيو وسلكت النيمز، واقول له جنريت 3 ديزاينز. طبعا اتفقنا لو انت عايز تعمل فيل او تملى حاجه تانية غير الاسم، تقدر انك انت تعمل في الكولوم من التاني او العمود التاني اللي انت عايزه. بقى عندي سيرتيفيكت فيها مروه سليمان واحمد علي ومنى صلاح زي ما احنا شايفين. انت بتعمل كاستمايزيشن مره واحده. عايز تعمل اي تغيير تاني في الحالة دي، بتروح تعمل عمود تاني وتقف عليه بالمنظر ده وتعمل رايت كليك وتعمل كونكت للديتا بالحاجة اللي انت عايزها. ولكن انا هنا عملت كونكت ديتا فقط بالاسم. تخيل بقى عندك 30 40 50 60 اسم تقدر تعمل الموضوع ده. والجميل كمان ان انت تقدر تعمل ايه؟ الجميل كمان ان الموضوع مش بس موضوع ان انت تكتب، انت ممكن تعمل ابلود بالفورمات اللي هو يعني ممكن اعمل ابلود لسي اس في فايل. فيعني انت ممكن انك انت تعمل الموضوع ده في مور داتا سورسز، ممكن لو انت عندك مصادر تانية. انا بفضل ان انا ادخل الاسامي مانيوالي يعني، وهو يبتدي يحطها لي في الشهادة. بتفيد كمان لو انا عندي اكتر من الاسم، في اكتر من حاجة انا حملاها او حعمل كولومن تاني، بتفيد جدا بشكل كبير جدا. ده بالنسبة لي اول جزء معايا النهاردة. تاني جزء بقى، انا عايزه اطبع، هطبع ازاي الكلام ده؟ هروح اعمل شير، وهبتدي ان انا اختار داونلود، وفي الداونلود البيست فور برينتنج. طالما هطبع مش ديجيتال، يعني قدام السيرتيفيكت ديجيتال، فانا هختار البي دي اف، بي دي اف برنت. هروح اعلم على بي دي اف برنت،
وفي البي دي اف برنت هنزل هنا في الكالر بروفايل هختار السي ام واي كي فور بروفيشنال برينتينج. ليه بروفيشنال برينتينج؟ علشان اطبع ما يبكسلش معايا، فبختار فور بروفيشنال برينتينج واعمل داونلود. ودي مش موجوده للاسف غير في الاكونت البرو او المدفوع. في العادي هيبقى الار جي بي ومش بيست الا للديجيتال يوز، لو انت هتبعت بالايميل مثلا السيرتيفيكت دي، لكن لو هتطبع الافضل يكون الاس، تختار سي ام واي كي. ده بالنسبه للطباعه. هاجي بقى الحاجه الثالثه عايزه اتكلم عنها، ان انا عايزه احط الكلام ده كله جوه فولدر. جديد هروح للفايل بالمنظر ده كده واختار حاجة اسمها Save to Folder، وابتدي اختار Save to Folder، وانا عايز اعمل فولدر جديد هقوله Create a New بالمنظر ده وحسميها Taste 1 مثلا و Add to New Folder. ده فولدر جديد انا عملته. ده بالنسبة Go to Folder هيوديني للفولدرز. عايز اروح للفولدر، اروح للفولدر منين؟ اروح للفولدر من البروجكت. هنشوف مع بعض دلوقتي. لو انت دخلت على الهوم بيج بتاعتك بتروح لي ماي بروجيكتس وهتلاقي فيها الفولدرز بتاعتك اهو موجود في اول بروجيكتس يور بروجيكتس، هتلاقي الفولدرز موجوده عندك. شوف كده مع بعض. ادي الملف بتاعي اللي اسمه تيست 1. في الملف ده ممكن ان انا اروح لماي بروجيكتس نفسها، ممكن احط اي ملف انا عايزاه او اعمل اد نيو، ممكن اعمل اد نيو من هنا لاي فولدر انا عايزاه واعمل فولدر جديد بالمنظر ده واسميه اي اسم وهكذا. ممكن ان انت اهو ده فولدر جديد وتحط فيه اللي انت عايزه. بتقدر ان انت تروح بعد كده لاي بقى ملف عندك موجود في اي فولدر وتنقله، او زي ما قلت لك بتروح تعمل اد نيو وتعمل فولدر جديد وتبتدي ان انت تحط فيه الملفات اللي انت عايزها. ده بالنسبة للجزء المتعلق بالفولدر اللي هيكون فيه السيرتيفيكتس. مثلا النهاردة عملت شهادات خاصة بالابريشيشن، بعد كده عملت شهادات مثلا خاصة بكورس تدريبي معين وهكذا. يبقى ده الفولدر المتعلق بالشهادات. اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد، بنحاول نجاوب على اسئلتكم ونشارك كمان اجابات الاسئلة مع الاخرين. لو كنتوا بتشوفنا لأول مرة متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولو كنتوا من متابعينا الأعزاء متنساش اللايك والشير والكومنت. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.